زملائي في الاستوديو يسعد صباح جميع الساده المشاهدين اللي عم تابعونا عبر برنامج فلسطين هذا الصباح. اليوم بدي انقلكم لزاويه غريبه، زاويه من الخيال، زاويه من الافلام يمكن اللي شفناها في طفولتنا وفي ايامنا السابقه من المغامرات الخياليه. هذا الكافيه اللي موجود، كافيه بيت الشجره الموجود في البلده القديمه تحديدا في نابلس، واللي منذ ان نشرت اول صوره له يمكن اصبح مزار لكل اللي بيشوفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكل قناة، لكل وسائل الإعلام اللي إجت تزور هذا المكان لتتعرف على هذه الزوايا الغريبة واللي رح نتعرف فيها معكم في هذه الفقرة، أكيد مع صاحبها وهو أحمد عكوبة من مدينة نابلس، واللي اشتغل كل هالفن اللي رح نشوفه ورح تتفاجئوا. أنا بحكي رح تتفاجئوا بس ندخل لهالمكان وتبهروا فيما أنجزه الأخ أحمد. يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. يعني انا بدايه بدي اشكرك على هالابداع اللي يمكن اي واحد بمر من البلد عم بوقف هون وبدخل، يعني ما بستنى يشوف شو لازم يدخل، صح؟ صحيح، لانه اول شيء الفكره غريبه مبتدعه، يعني مش موجوده ومش مالوفه، وكان الهدف منها انه انا في عندي شيء يعني بداخلي بدي أجسده وعيش الناس اللي عمالها كانت تحلم انها تعيش هذا الشيء، لا تعيشه واقع. صراحة أنا من الباب، يعني عم بنشوف الباب. الباب هو يمكن من الناس اللي يمكن تحضر الأفلام المغامرات أكيد شافت هذا الباب في إحدى الأفلام، أنا هو فيلم The Lord of the Rings، صح؟ صحيح، أو بالأخص يعني تحديدا هما جزئين The Hobbit و Lord of the Ring. بس بيوت الهوبت هذه اللي استوحيت منها انه شفت لنا المنظر خيالي، العيشه خياليه، يعني شيء باخذك لعالم ثاني. اي حد يعني سواء كان كبير ولا صغير بحب انه يجرب هالتجربه هاي. هي طبعا هي انا مش موجوده، وانت هلا خليت التجربه قدامنا حيه، واحنا مشاهدينا راح ندخل لجوا ونشوف السحر الكامن داخل بيت الشجره اللي بتوقع ما حدا بمر من هون الا بيجي على هالمكان. ونفتح هذا الباب على فكره ثقيل. يعطيكم العافيه. اذا مشاهدينا خلينا ندخل مع بعض لبيت الشجره اللي لما بتدخل فيه انت راح تشعر بانك دخلت حكايه من الزمن الغريب، الزمن المغامرات، الزمن القديم، ممكن مش عارفه. هي كل ما في الامر انه في شيء بداخلي انا عايشه بخيالي، الناس ما بتعرف شيء عنه لانه ما شايفه شيء، حابب انه هذا الخيال الشيء اللي بداخلي هذا انه تشوفه الناس تستمتع فيه، لانه كنا بالنهايه كلنا بقينا اولاد صغار وكلنا مر علينا مسلسلات وحضرنا افلام خياليه وتمنينا انه نعيش هذا الدور ولو بالمخيله نعيشه. فانا حبيت انها تكون هذه المخيله موجوده عندي، اني اظهرها عن نور وخلي الناس كمان تستمتع زي ما انا استمتعت، تعيش الدور هذا واقع مش خيال. وحبيت انها تكون هي يعني مقطع صغير من قصه كبيره، وهي يمكن تكون القصه أضخم ما إنك تتصوري، لأنه هي مش كاملة، ما كملت، لكن إنه المكان ضيق وحكمني. بس المكان رغم ضيقه أظهر مدى الإبداع الموجود داخلك، والمغامرة اللي أنت حبيت تعيش فيها عم بتعيشنا فيها حقيقة في هذا المكان. أنا عم بشوف قديش الناس بتدخل بتصور مبسوطة مذهولة حقيقة من الحجم اللي العمل والجو اللي أنت عم تنقلنا فيه داخله هذا الفن. أولا أحمد، أنت شو بتشتغل أصلا؟ أنا كنت أشتغل بدهان عادي تقليدي، زائد أنه أنا سيكيورتي بلدية يعني نابلس. ما علاقة بالفن التشكيلي؟ أبداً، هي هاي كانت أول عمل. خلينا أحكي، أنت اشتغلت كل إشي موجود هون بإيدك؟ كل شيء بإيدي لوحدي، يعني باستثناء السقف اللي هو فوق اللي هو هذا أصل البناء، كونه بيت من البيوت القديمة أو المحلات القديمة الموجودة داخل البلد القديمة. صحيح. لكن كل التشكيلات اللي عم بنشوفها، هذه اللوحات الفنية الساحرة، هذه انت اللي اشتغلتها؟ اكيد، هي كنت استوحيها يعني من عقلي، يعني هي مخيله، شريط عماله بيمشي هيك وانت عمالك بتلحق كل صوره بصورتها وعمالك كانك حامله صوره وعمالك بتجسد فيها بتشتغلي فيها انك تبرزيها.
برزق للناس تشوفها شو موجود في براسك شو بمخيلتك. هل شلون الجو اللي انت عايشتي؟ بس المفاجأة للناس اللي بدي احكيها هلا، اللي عم بيشوفنا وبشوف هالشغل الموجود هون بيعتقد انه كله خشب. انا صراحة فكرته خشب ومن الاخشاب، لكن هو عبارة عن حجر. حجر اكيد. وهذه مفاجأة يعني صراحة. ما هو انا هيك وصلت للي بدي اياه، بما انك انا خدعتك قدرت اوصل اللي بدي اياه، انك انت شكيت لا هذا خشب. مش بس انت يعني كل اللي زارونا هون قالوا طب ما بتخافش لا سمح الله يصير نار يصير اشي يولع. قلت لهم يا جماعة هذا تشكيل يدوي. الله. طب انا بدي اشوف معي بعض الناس الموجودين هون واللي عم بيزوروا هالمكان. تعرفين حالك؟ نادية ظاهر. اهلا وسهلا ست نادية. احكي لي شو الانطباع الاول لما شفتي من الباب برا هذا الباب الغريب الموجود في البلد؟ اول شيء حسيت انه يعني حسيت حالي انا فيلم كرتون يعني السنافر الصراحة يعني كتير مكان رائع بجنن، بالذات الاضاءة كثير ممتازة جدا. كيف شفتي الشغل الموجود؟ ما شاء الله يعني ابداع يعني في قمة. حسيت حالك في مغامرة، دخلتي مكان يمكن حبيتي وانت بتشوفي الأفلام تكوني في مكان مثل هذا المكان؟ أكيد. أنا أول ما حكيت لك حسيت حالي يعني فيلم كرتون، كأنه السنافر، كأني أنا يعني حاضر الحلقة أو أنا جواتها. حبيبتي أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، يعطيك العافية. يعني الشعور وصل يا أحمد إنه الناس بتقول إنه إحنا عشنا الفيلم القديم، عشنا الكرتون اللي كنا نعيشه، مثلا السنافر كمان لانه ممكن هو بيوت يعني بالضبط او البواب يعني، وبالتالي بتحس حالك بالفعل عشت هذه التجربه. تعرف عليكي سناء العمري. سناء انا شايفاكي بتصوري من ساعه في هالمكان وبرا المكان وبتتصوري، احكي لي شو انطباعك لما شفتي هذا الباب بداية من برا؟ بداية أنا جاي من هناك يعني لفت انتباهي الباب بشكل مش طبيعي، يعني كتير عجبني كتير حلو، وكأنه أنا داخل لعبة فعلا. وهو يعني لما دخلتي شو كان الانطباع؟ هيك يعني تفاجأت وكتير حلو، وصار عندي فضول إني أدخل أكتر وأشوف أكتر أكتشف أكتر، وكل ما دخلت بشوف أنا لوحة فنية كتير حلو يعني عن جد اللي عملوا كتير مبدع. طب وكيف وأنت قاعدة وبتتفرجي بتحسي حالك في فيلم؟ عشتي مغامرة معينة؟ دخلتي مغامرة؟ كأني مغامرة هيك يعني مش أنا اللي كنت برا، أو يعني إنه أنا يعني كأنه عالم تاني هون. أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا حبيبتي. يعني أحمد الفكرة وصلت والإبداع وصل والإحساس اللي أنت كنت تحاب بتوصله للناس وصل بكل هالإبداع بكل هالجمال، فأنا بدي أهنيك على هالإبداع وبقول لك انقلنا من مغامرة لمغامرة بإبداعك اللي بيستحق حقيقة كل الدعم. إن شاء الله أنا بتمنى هذا الحكي، بس الحكاية أنا عملت اللي علي، خلينا أقول حاولت أن أوصل رسالة، يعني الشغل هذا هي رسالة، رسالة للناس ورسالة كمان للناس المعنية بين قوسين، المعنية اللي بيهمها رفعة البلد وبيهمها ان البلد تنهض وبيهمها ان نابلس ترجع نابلس، انه البلدة القديمة ترجع بلدة قديمة كسابق عهد. كان عندك تحدي انه اي حدا راح يشوف صورة هالمكان راح يوصل البلد القديمة؟ اكيد. انت عمالك بتحكي على لساني، هو هذا تحدي. انا كنت حاكي لاخوتي قبل لما ايدي عايشة، قلت له انا بتحداك اي حد راح يمشي من الباب راح ياخذ صورة ولو سيلفي بينه وبين نفسه، لأنهم هم ما بيعرفوا شو بده عمل. بس رح ياخد صورة، رح يجيب ناس تانين على الأقل، إنه فيما لو مرق من عند الباب ورح يشده الفضول ليكتشف إنه شو في جوا، في إشي غريب برا. طب فما بالك جوا، بدنا نكتشف شو في جوا. دخلت عقلب المحل، هو رح يعيش قصة، هو رح ينسجها هو لنفسه حسب مزاجه. الله عليك. حسب مزاجه وحسب نفسيته هو. أنا صراحة كثير قصص عشتها معك في هذا المكان في كافيه بيت الشجرة الموجود في البلدة القديمة. تحدي وإبداع أظهره أحمد عكوبة صاحب هذا المكان، واللي اشتغل كل تفصيل صغيرة بإيديه. أكيد أي واحد حابب يعيش مغامرة من أفلام المغامرة اللي إحنا حبيناها، حتى أفلام الطفولة مثل ما قالوا السنافر وغيرها، فأكيد هذا المكان هو ملجأه
ولهون مشاهدينا إن شاء الله بتكونوا استمتعتوا معنا في هذه الفقرة اللي عشنا وعيشناكم معنا فيها بمغامرة من قصص الخيال اللي يمكن حضرناها على شاشات التلفزيون. لهون منيجي لختام هذه الفقرة. بدي أشكر أحمد عكوبي صاحب هذا المكان على هذا الإحساس اللي عشناه معك ولكل حدا عم بيدخل. شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية وبالتوفيق، وإن شاء الله مغامرات جديدة بنعيشها في أماكن أخرى أنت راح تكون مشرف عليها. يا رب.